بإذن الله دي آخر محاضرة في السنة. بالمناسبة كان في كتير من زمايلي كانوا بيسألوا عشان أعرف أنتوا عايزين إيه، وكانوا كويسين في الحقيقة، وكانوا بتقولوا لهم أنا وعدتهم إنه المينتس بتاع الأوبينيا بتاعتكم بتاعت التالتة الرابعة، يمكن في برضه اتنين طلبة من سنة رابعة، الدكتور سيف هيبعتها، انها طبعا ما اعرفش ايه وسيله الاتصال دي، فهيبعتها وانتم زمايلكم هيبعتوا لكم الحاجات اللي انتم طلبتوها. لو هو ده الكلام اللي انتم عايزينه خلاص، لو لا في حاجات اكتر هتحطوها، ما تشوفوش حاجه يعني الحاجه اللي اتقالت اكيد يبقى في حد عايزها، لكن لو في حاجات ناقصه من اللي هم ما قالوهاش تجمعوها بطريقه اللي مش عارف اللي هي يعني، وتدوها برضه للدكتور سيف عشان نعرف ايه اللي ممكن نعمله علشان تتعلموا احسن، فبالتالي يبقى عندكم فرصه شغل افضل لما تتخرجوا ان شاء الله. احنا خدنا ايه في الترم اللي فات؟ خدنا مايكرو كنترول بتاع تكساس تيليسون اسمه TM4C1-3. المايكرو كنترول اللي احنا خدناه طول السنه بيعتمد على الارم كورتكس ام 4 كور. يعني ايه الكلام ده؟ الصناعه بتاع المايكرو بروسيسور الغرجاليك سيلفر. زمان كان الراجل اللي بيصمم المايكرو بروسيسور هو اللي بيعمله وهو اللي بيبيعه. يعني ازاي؟ انتاج بتعمل البنشن، بتعمل الكور 3، بتعمل الكور 5، بتعمل الاي 7، هي اللي بتصمم البروسيسور وهي اللي بتبني. في ترند حصل وفي الحقيقه كان البايونير بتوعه ارم. ارم بقوا بيعملوا حاجه اسمها الكور بتاع البروسيسور. يعني ايه الكور بتاع البروسيسور؟ يعني الفي اتش دي ال او الفيري لونج ديسكريبشن بتاع البروسيسور. وتديه لاي حد يشتري. اللي بيشتري ده هو اللي بيعمل البروسيسور نفسه. وحصل الارم ناس تانيين بقى الباور بي سي كده مثلا. مين اللي بيعمل؟ قلنا انه شركه زي الارم هي اللي بتعمل الكور. الكور ببساطه اللي هو الفيري لونج او الفي اتش ال ديسكريبشن بتاع البروسيسور. بتديه واحد بعد كده يعمل البروسيسور ويعمل زي ما عايز. المايكرو كنترولر اللي على البورده اللي انتوا خدتوها خلينا نسمع بورده اسمها تيفري عليها مايكرو كنترولر. المايكرو كنترولر اندكشن اكس تكساس انسون مسمينه TM4C1-3. ده بيزد على الارم كور بيزد على الفيلوج بتاع الارم. الارم عامل فرق واحد منهم اسمه الكورتكس شركه تكساس انسترو بتاخد الفيلوج ديسكريبشن من الارم وتديهم تمام، وهي اللي فابريكيت البروسيسور. وهي اللي فابريكيت البروسيسور زي مثلا ما سامسونج بتعمل في الارم اللي موجوده في التليفونات اللي معاكم كلها. كل التليفونات اللي معاكم معظمها ارم بروسيسور ما هاش مايكرو كنترول لازمها بروسيسور اكبر. ارم هي اللي بتعمل البروسيسور. البروسيسور اللي احنا خدناه المايكرو كنترول بيتكون من جزئين. الارم كور وشويه
بريفرنس. البريفرنس موجوده على مسج ايه؟ البريفرنس اللي احنا خدناها مثلا من 4 5 اسابيع اللي هو ايه موجود على الأرض، وطول السنة بتتعامل مع input output بيسموه general purpose input output. الجنرال purpose input output اللي هي شوية الوايرز الديجيتال اللي احنا اشتغلنا عليها، عندنا بورد A وبورد B وبورد C ودي وهكذا. جوه من غير
ده انا عايز برنامج هو زي السيستم بالظبط، عايزه يشتغل لما يفوت قد كده وقت، او عايزه يفضل يفضل لما يفوت كده وقت. التايمر هيشتغل على انه انترابت، اول ما التايمر يوصل زيرو يطلع انترابت. الانترابت هيشغل ايه؟ هاندلر روتين. الهاندلر روتين ده بقى يعمل ايه؟ احط فيها الاي اس ار اللي هو ايه؟ الانترابت سيرفيس روتين. بالاضافه لكده هيطلع كمان، لان هو اللي هنا زيرو على اللاين بتاع التايمر ده لو عايز انترفيس. هنشوف دلوقتي كالعاده كل الانبوت اوت ديفايسز بتعامل معاها انها شويه ريجسترز. هنشوف دلوقتي ازاي نعمل بروجرامينج للتايمر اللي موجوده فيه المايكروكنترولر. مين هم ستة تايمر، كل واحد فيهم يشتغل على كل تايمر، يعني تايمر زيرو في تايمر زيرو ايه وتايمر زيرو، تايمر واحد في تايمر زيرو ايه وتايمر زيرو، لان هم كانهم 12 تايمر بس ليهم ستة اسامي من تايمر زيرو لتايمر خمسة، بس تايمر زيرو اسمه تايمر زيرو ايه ادي واحد وتايمر زيرو. مين مش فاهم الكلام ده؟ دكتور هو دايما هيطلع على البيك بتاع التايمر دي يعني هو واحد هو ايه؟ البيك البيك هيقل اللي انت قلت عليه. طب لو الاي اس ار ده عمل انترابت برضه هيطلع على البيك يعني عمل انترابت هاندلر البرنامج اللي انا عايزه هل برضه هيطلع على البيك؟ يعني التايمر هيعمل ايه؟ هيشغل انترابت هاندلر ويطلع على الواير ده البيت ده انا عايز استخدم شغل التايمر بس مش عايز اسرع التايمر بتاعي، يبقى هقرا على ايه؟ جي اي واحد معايا مش معايا. اه بس مش هيطلع حلو. مش هيطلع عندي. هيطلع بوك. عشان يطلع على البيت لازم اقول له ايه؟ ان انا كونفيجر البيت في اللي انا عايزه. ان انا كونفيجر البيت. مين فاهم في اللي انا بقوله ده؟ بعد كده ال
التايمر فيه تو مودز، لا اما يشتغل على طول لا اما يشتغل على الوحده. يعني ايه؟ لا اما اقول كل 10 ثواني اعمل كذا، او اما اقول لا اول ما انزل من 10 ثواني بزيرو اعمل كذا. لو هشغل التايمر مره واحده اسمه وان شوت مود. يعني ازاي؟ عايز اشغل الموتور لمده 3 ثواني واقفل، هعمل ايه؟ هشغل التايمر ينزل ال3 ثواني، اول ما ينزل ال3 ثواني هيطلع سيجنال، السيجنال دي تكلوز الموتور، ده اسمه وان شوت. عايز اقول ايه؟ لا عايز اكلف الاوضه بس لو شغلت التكييف طول الوقت هتبقى ساعة أقل. فبقول مثلا كل 10 ثواني شغل الموتور، يبقى هشغل الموتور مستنى 10 ثواني وبعدين شغل تاني. ده اللي بنسميه بيريودك مود. عشان اشغل البيريودك مود ده بنفس الطريقة اللي شغلت بيها كل الديفايسز، عندي ريجستر اسمه تايمر 3 تي ام ار ريجستر. لو حطيت في 2 يبقى هشغل التايمر ده بيريودك، لو حطيت في 1 هشغل التايمر مره واحده. بعد كده انا عايز اشغل التايمر قد ايه؟ وقت. الوقت ده هحسبه ازاي؟ هحسبه بيست على الكلوك سايكل بتاعي النص. التايم زي السيستم بالظبط، التايم كل كلوك سايكل هينقص واحد. فالحاجه اللي انا عايز استناها لازم احسبها راتب بايه؟ الكلوك سايكل. هكتب الرقم اللي انا عايزه بالوقت مقسوم على الكلوك سايكل في ريجستر. الريجستر ده اسمه تايمر 3 تيل ار ار، احط فيه البيريود. البيريود بايه؟ بالنمبر اوف كلوك سايكلز. يعني ازاي؟ لو انا عايز افترض انه الفريكونسي بتاعتي زي الكتيبه اللي معايا دي، الفريكونسي كام؟ 80 ميجا هرتز. ال 80 ميجا هرتز ده معناها انه هتيجي كلوك ايدج كل قد ايه؟ 12.5 نانو سكند. يبقى لو عايز استنى 12.5 نانو سكند احط هنا ايه؟ 1. لو حطيت هنا 1 هينزل من 1 ل 0 في قد ايه؟ في 12.5 نانو سكند. لو عايز استنى 1 مايكرو سكند يبقى احط هنا قد ايه؟ اعتقد 80. 12.5 80 يطلعوا ايه؟ 80 مايكرو سكند. يبقى 80 بيطلعوا 1000، فاستنى هنا ايه؟ 1 مايكرو سكند. مين فاهم الكلام ده؟ يبقى هنحط فيه الريجستر ده عدد الكلوك سايكل اللي انا عايز استناه. ايه اللي هيحصل؟ ده هينقص مع كل الكلوك سايكل. اول ما يوصل لزيرو هيعمل ايه؟ هيعمل انترابت. الانترابت ده هيشكل ايه؟ انترابت سيرفيس روتين. وهيعمل ايه كمان؟ على الواير اللي بره اللي واصل عليه التايمر ده هيغير لي من زيرو لواحد. طب ادي واير، بص لي كده. تايمر زيرو قلنا ايه؟ 2 تايمز، واحد فيهم واصل على واير اسمه تي زيرو سي سي بي زيرو، بي واصل على واحد اسمه تايمر زيرو سي سي بي واحد. طب دول على اني بينزل اللي موجودين بره؟ قلنا ان كل بين ايه؟
اكثر من فانكشن، ومين اللي بيحدد الفانكشن دي؟ الالتر ايه ريجستر، يعني تعالوا نشوف ناس هنا تي 0 سي سي بي 0 ده موجود على ريج 6 وده موجود على ريج 6. يعني في الكي فاول وعلى الاكل كنترولر في بي كان اسمه بي بي 6 وبي بي 7. الديفولت يوزج بتاعه اللي هو ايه؟ جنرال بيربوس اي او. هطلع عليه ديجيتال سيجنال او اقرا منه ديجيتال سيجنال. هقرا واطلع بيست على ايه؟ على الدايركشن. وان كان ديجيتال ولا اعمل بيست على ايه؟ الديجيتال كبير. لكن لو انا قلت له لا في الريجستر اللي اسمه مش عارف ايه بتاع الانترنت، قلت له لا انا هستخدمهم على اسمهم هيومن، يبقى ساعتها اللاين ده هو اللي هيطلع عليه التايم اوت بتاع الانترنت تي 0 سي سي. اللاين ده اول ما يحصل انترابت، يعني اول ما التايم يخلص هيحصل ايه على الواير ده؟ لو كان كريبتو 0 هيبقى 1، لو كان كريبتو 1 هنستنى قد ايه؟ عدد البيريود، الوقت اللي موجود فيه الريجستر. لحد هنا مفهوم ولا لا؟ مين مشكلة؟ التايم لاين في ال تي 4 ام 1 2 3 ممكن يشتغل على ام 16، ممكن يشتغل على ام 24 بيت، وممكن يشتغل على ام 30 بيت. عشان يكون فيلو على اي واحده من دول عندي ريجستر اسمه تايمر 3 كونفيجر اسمه ده، لو حطيته زيرو هيشتغل على ام 32. التايمر هينزل واحد كل قد ايه؟ الديفولت اللي بيستخدم الباسورد. لو الباس هنا 80 جهاز يبقى هينزل كل 12.5 نانو ثانية. ممكن اخليه ينزل ب ديفايد، يعني اقول له لا مش تنزل كل 12.5، انزل كل 25، انزل كل 50. ده هيتحكم فيه الريجستر. لو الريجستر ده موجود فيه زيرو يبقى هينزل واحد على حد من نص الباسبورت سايكل ريزولوشن، يعني كل في الحد كل 12.5. سيت اب للتايمر. التايمر قلنا هستخدمه كبيريودك انترابت. عشان اشغل الانترابت محتاج اعمل ايه؟ اقرب الانترابت وانيبل الانترابت واكتب انترابت سيرفيس روتين. نفس الكلام بالظبط اللي عملناه في السيستيك انترابت، ونفس الكلام بالظبط اللي عملناه في ايه؟ في الايدج تريجر انترابت. لازم الانتربت يكون له نمره، ولازم يكون له سيرفيس روتين، ولازم اعمل له ار، وجوه السيرفيس روتين بعد ما انفذ الانتربت لازم اعمل ايه؟ انتربت اكنولج. انتربت اكنولج معناها ان انا بعمل ايه؟ بكلير الانتربت اللي انا خلصته. مين فاهم الكلام الفارغ اللي انا بقوله؟ مين مش فاهم؟ هنشوف هنعمل الكلام ده هنا ازاي. نسميه اي اي جي. تايمر 3 ايه؟ الانتربت ريكوست بتاعه نمره 35. يبقى علشان اشغل الانتربت لازم انيبل التايمر ريكوست 35. المره اللي فاتت كنا واخدين تايمر كان ريت الانتربت كان ريت 30 كان ايه؟ اللي خلاها اللي حاطه ايه؟ نعم؟ بالظبط البورت كان بورت كان ايه؟ اف
دايما 3 ايه الانترابت ريكوست بتاعه 5 ايه. كل انترابت ريكوست اتفقنا ان ايه هاندلر. يعني ايه هاندلر؟ اما يحصل انترابت هيروح ينفذ الفانكشن. الفانكشن دي عارفين مكانها في الميموري، عارفين مكانها في الميموري، بيشاور عليها ايه؟ فيكتور. الفيكتور ده المكان ثابت في الميموري. المكان ده مكتوب فيه ايه؟ عنوان الفانكشن. الهاندلر بتاع تايمر 3 اسمه تايمر 3 ايه؟ هاندلر. كل الانترابت دي بريورتي. يعني ايه؟ عشان لو جاي اتنين انترابت في نفس الوقت هنفذ مين فيه؟ هنفذ ان البريورتي بتاعته اعلى. البريورتي بتاع الانترابت تي ام 3 ايه؟ بحطه فيه الريجستر اللي اسمه ان فيك بي ار اي 8 ار في البيت من 29 ل 31. الثلاثه دي دول احط فيهم البريورتي بتاعت الانترابت. يعني لو انا عايز ان التايمر 3 ده البريورتي بتاعته 4 هحط فيه البيت من 29 ل 31 دي الرقم 4. هنعمل ايه؟ عايز انيبل الانترابت. الاول تعالى عايزين نحدد البريورتي بتاعت الانترابت. ده الريجستر اللي فيه البريورتي. زي المره اللي فاتت انا عايز اغير الرقم اللي سلسلة اللي قلنا اخر اربعة. هكتب فيه ايه؟ اربعة، يعني هكتب فيه 100 هيخلي اخر رقم ده 8. فهعمل ايه؟ هقول 3004 اصفار هيكسادستال مع الريجستر ده بعد ما اعمل ماسكينج لشويه كلمتين. فاهم؟ زي ما قلت لك زي ما بص الكبير ده وخلينا نسهل اكتر. قلنا علشان نقرب الانترابت عندنا ريجستر اسم الانترابت اي ام ار ار. لو كتبت فيه واحد كده عملت ار للانترابت، عملت انيبل قلنا الانترابت ده ريجستر. لازم نحدد اني انترابت اللي هنشغله. قلنا لو هنحدد الانترابت اللي هنعمل له انيبل، افتكروا المره اللي فاتت كان عنده ريجستر اسمه ام ريك اي ان 0 ار. ده اللي كتبت فيه 30، حطيت واحد في البيت 30 علشان كان البتاع اللي اسمه ايه؟ البورت اف. خلي بالك الانترابت ده نمرته 35. انا عندي كام بيت في الريجستر؟ 32، يبقى مش هيكفي. عشان كده عملوا تو انيبل انترابت، واحد اسمه اي ان 0 وواحد اسمه اي ان 1. بقيته اي ان 0 موجود في الانترابت بنمره كام لكام؟ من 0 ل 31. الانترابت اللي عايز اعمله انيبل اختار بيت في الريجستر ده واحطه واحد. هنا بقى الانترابت نمره 35
الانتربت هيتنفس فين؟ الانتربت هيتنفس فين؟ في الانتربت سيرفيس روتين؟ هيتنفس في الانتربت سيرفيس روتين. هيبقى اسمه ايه؟ الانتربت سيرفيس روتين. تايمر 3 هاندلر. هيبقى عندي في فانكشن اسمها تايمر 3 ايه هاندلر هو اللي هيتنفس فيها السيرفيس روتين. الكلام اللي انا بقوله ده متابعين ولا لا؟ تعالوا بقى عايزين نعمل مثال صغير. هنا دي عرفنا ازاي هنجيبه لك. عايزين نكتب سيرفيس روتين يعمل ايه؟ لو التايمر جه يعني عملنا تايمر 3 اشتغل عايزين نعمل الليد اللي موجوده في البورد وليكن الليد اللي لونها ازرق. لو هي منوره نخليها زيرو، لو هي منوره نطفيها، لو هي مطفيه منوره. يبقى السيرفيس روتين بتاعي هيعمل ايه؟ هيتوجل البيت اللي موجوده في البورد اف اظن 3 لان زيرو لان. تعالوا نشوف كده في الفيديو ده. اسم شاب اسم انتربت انا ريسبونس هاندلر ده انا انت اما يحصل انتربت في الكيس ده هيبقى انت اما التايمر ينزل من القيمه اللي انا حاططها لزيرو. بقول له اعمل ايه بقى؟ بقول له لو اكتب لو لقيت الار بزيرو ولع اللمبه وبعدين غطى اي بيتسلم. لو ما لقيهاش بزيرو هتبقى بواحد. اقفل اللمبه وحط اي بيتسلم. يبقى كده اما هيجي الحق عليك الرف لو لقى اللمبه مطفيه هينور. لو لقى اللمبه مطفيه هيولع كل قد ايه؟ كل وقت بتاع ده مين؟ ده بورد اف نمره كام؟ نمره 3. عرفت من فين؟ ان دي ايه؟ ممكن نعمل اكسبلورنج مع واحد مش كده؟ اه طبعا ممكن اسميها توجل واعمل اكسبلورنج مع واحد طبعا. وساعتها كده مش محتاج ايه؟ الاي دي اخر حاجه هقولها بإذن الله الامتحان هيبقى من الحاجات دي. شكله ازاي ما اعرفش، انا لسه ما حطيتوش. لكن تتوقعوا انه يكون فيه شويه بروجرامينج كتير. لان الماده كلها كانت معظمها بروجرامينج. الحاجه الثانيه الاساسيات تبقى محفوظه. يعني ان عشان اكتب في البورد اف لازم عندي حاجه ريجستر اسمه جي بي اي او وعندي ريجستر داتا وفي 800 يعني شويه من الحاجات مش كل حاجه محفوظه لكن بالكومن سنس. في الكومن سنس هتقولوا لي هتحاسب لو كتبت نمره الريجستر غلط. اقول لك لو كتبت كلام فارغ مش هحسبها لكن نقص حرفين غلط في اسم الريجستر ما جراش حاجه. ما جراش حاجه لكن الكونسيبت بيبقى موجود.